أخبارنا واللي لسه بنكمل بيه أخبار دوري أبطال إفريقيا، واللي للأسف هيكون عن غياب لاعبنا خالد عبد الفتاح مدافع الفريق عن المباراة الجاية في البطولة، وده بعد ما خد كارت أحمر في المباراة الأخيرة بكأس العالم للأندية قدام فلامينجو البرازيلي. وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إن اللاعب هيتوقف في مباراة الهلال فقط، وبعد كده هيرجع يشارك ويكمل البطولة عادي جدا. هو صراحة يعني موقف صعب أكيد، وكان قرار تعسفي جدا من حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال ضد اللاعب، وصراحة احنا شفنا مش اللعبة دي.